عطى الزوجه ديالو ازيد من 11 مليون سنتيم، ولكن في الاخير كيتعرض للطرد من طرف الزوجه ديالو من بعد ما تمكنات من الاموال ديالو وطردته. فالان هو كيعيش تشرد. انا ما فهمتش كيفاش الراجل ولا كتجري على المراه من الدار. ما خاصش تكون وما خاصش الراجل يجري على المراه وما خاصش المراه تجري على الراجل. انت مازال مزوج ماشي تم طلقي باش غادي تجري عليك من الدار. كيفاش جات القضيه تقبلها العقل المراه تجري عليك من الدار؟ انا ما كنتقبلهاش بجوج، لا الراجل يجري على المراه لا المراه تجري على الدار على الراجل. كاين واحد المعطيات واحد الاسباب اللي جعلتها هي تستعمل معايا هذه الطريقه هذه ديال الطرد. يعني بعد ما تمكنت من الدار من خلال سنوات ديال 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 الزواج، يعني طلبات مني قالت لي سبق لي ذاك المبلغ ديال انت 9 سنين وانت مزوج بها؟ من 2016. من 2016 عندكم وليد واحد؟ وليد واحد نعم. واش هذا الزواج كان كله غلط من الاول ولا؟ لا الزواج هو ملي استشفت انايا الطريقه ديالها معايا في الزواج، انه الزواج عندها على حسب الطموحات ديالها، هي طبعا يعني بغات غير كتحب ابتزازي كتبتز فيا. يعني حتى ملي طلقتها السنه الاولى طلقتها درت طلاق شقاق وخدات معدي ذاك المبلغ ديال المتعه. انت اللي درتي طلاق شقاق ولا هي؟ انا درت طلاق شقاق وخدات مني المبلغ ديال المتعه هو كاين عندي هنايا. حكمت في المحكمه حطيته. ماشي مشكل خليها تشوف. حطيته في الصندوق ودارت لي دعوه النفقه، هي دعوه النفقه حكمت عليا دعوه النفقه، يعني تراجعت معها وخلصت النفقه هي. انت علاش طلقتي في الاول؟ انت علاش طلقتي في الاول؟ طلقت على حسب الشراسه ديالها، انا شرسه جدا، يعني كل شيء كيشهد بها الاخوت. ما هبطتش الحاجه، كيفاش شرسه؟ يعني قبيحه كدير كتخلق الفوضى وكتخلق الشرائع، على الاقل حاجه كتخلق الفوضى. يعني حاجه تقرب لها معاك؟ كتقرب لها، يعني كتدير واحد المسائل صعيبه بزاف، يعني بحال يعني كتضرب. يعني كتضرب لك هذه؟ صغير عندها شي دابا عندها شي 43 ولا 44 عام. وكدير يعني كتخلق اي مشكل كتخلقه، يعني حتى في الشارع العام الشرطه كتضرب معاهم، كتضرب مع اي واحد اللي شديها شرطي في الطريق. عمرها ضرباتك؟ السياره كيقول لي عندك مخالفه، هي كتبدا تستفز فيه وتبدا تبغي تضرب معاه. عمرها ضرباتك؟ هي ديما تضرب، ديما كتضرب، ديما تضرب، يعني ديما ضربك انت، ضرب راجلها؟ مؤخرا هي ضربت دعوه المحكمه الزجريه. هو ومستعان الدرك الملكي نكرت. علاش درت الدعوه ديال الدعوه؟ دعوه ديال الضرب، يعني تحملت عليا هي هو المسؤول ديال الشكايه ديال الملك المحكمه الزجريه، تم فيها الحفظ. يعني الاطراف حفظ لعدم الاستماع للاطراف. واش دابا هذا زواج ولا حرب؟ هذا زواج ولا حرب؟ اكثر من حرب، هذه السيده هذه يعني بغات تجعلك انسان مسحوق، يعني تسحقك. وكطالبك ديما دير الكريدي، دير سلسله الشركه ديال الكريدي ودير الكريدي وجدد الكريدي، اللي عندك شي كريدي جدو واعطيني الفلوس. وانا ما كنسمعش ليها. انا ملي كتعدي ديك البركه ملي درت الكريدي في الاول عطيتهم ليها. الكريدي في الاول شحال كان فيه؟ خديت تقريبا 80000 درهم. 800 مليون؟ عطيتها 7 بقات لي مليون. الكريدي الثاني درت فيه 100000 درهم 10 ملايين. عطيتها الباقي عطيتها تقريبا شي 3. وبعت كتعدي شريت طوموبيل، ديك الطوموبيل المرسيدس بعتها وخذت الفلوس ديالها. يعني التاريخ ديال الايداع ديال عندي توصيل هو عندي هنا ديال الايداع ديال الفلوس ديال الطوموبيل عطيتهم ليها. كيتزامن مع التوقيع ديال الورقه الرماديه ديال البيع ديال الطوموبيل. وبقات كتبتز فيا وديما. وملي خدينا الدار سبقتها في الدار، استفدت من البطاقه ديال محمد السادس هي عندي، كاين شويه تخفيض في المبلغ الاجمالي ديال الشقه، خفضوا لي تقريبا شي 15000 درهم، هي حسبوا لي 22000، يعني عوض 25000. الدار هذه كتبت بسميتها، الفلوس انت اللي عطيتها، علاش ما درتيش بسميتك؟ علاش ما درتيش دار بسميتك؟ لا ما يمكنش نديرو بسميتي حيت انايا متقاعد وداك البرنامج ديال الفقراء ما يمكنش يعطيني الكريدي، البرنامج ديال الدوله ما يمكنش يعطيني الكريدي انا. قرب عليه الحال شويه. اللي كيعطي الكريدي على ذوي الدخل المحدود. الدخل يعني انت اللي كنتي خدام؟ انا كنت رجل تعليم. رجل تعليم وكنت خدام، هي خدام مزيان وداك الشيء كنت مهلي فيها وداك الشيء وهذا وكنتعامل معاها مزيان، هي استغلت ديك الطيبوبه ديالي. لا ما بغيت نسولك المشكل انا كنقاطعك، دابا انت قلتي بعد في العام الاول كنتي غادي تطلقها لانك كانت كضربك ومع ذلك عطيتيها الفلوس. لا عطيتهم لها يعني قبل، يعني ملي بغينا نشريو الدار هي بدات كت دابا المشاكل امتى بداو؟ في الطلاق الاول يعني قبل الطلاق الاول دون مشاكل. وملي حطيت الفلوس في الصندوق خداتهم، يعني رجعت لمجاريها وبدات كتعامل معايا بواحد المعامله مزيانه وداك الشيء، وقالت لي حنا غادي نبقاو في فكره غادي نمشيو نسبقوا، بدات كتهضر معايا بواحد الطيبوبه بواحد الكلام مرن، ماشي ما بقاتش كتعامل معايا مزيان، يعني ولات كطيب ولات كتخبز وتصوب هذيك ربات البيت زعما، يعني من 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 تدوب الدارجه تدوب الدارجه شوف ترخف معايا. ملي شتي انا وكذاك هي دارت داك الشيء غير باش كتمهد ليا باش دير شي عمليه اخرى ديال النصب باش تنصب عليا. اش قالت لي؟ قالت لي الطوموبيل ما عندك ما دير بها بيعها ودير كريدي. درت كريدي عطيتها 7 ملايين. دابا هي كتقول لك بيع الطوموبيل باش تاخذ فلوس. بيع الطوموبيل وخدت فلوس. قالت لك نقز من الصح نقز من الصح. يعني قالت لك بيعها باش كنا نتغلبوا على الكرام القشكريين وداك الشيء، وراه داري دارك غتكون داري بحال دارك. اذا انت كنت كتثق فيها. اي كنت كتثق فيها وقالت لي من بعد غنكتب لك. قلت لها كيفاش غتكتب لي؟ ملي سولت انا الموثق قال لي خاصك تكتب في الاول. نكتب دابا. وديك الساعه سول في الاول انت قبل ما تجرب. هي قالت لي ودي غادي نكتب لك النص واخا ورقه ولا نكتب لك شي حاجه كتساني وعد بالدين، بحال وعد بالدين بان راه كتساني. هي ما دارتش معايا لا وثيقه ديال وعد بالدين لا والو، كلشي فلوسي مشاو.
فاش حصل تقريبا شحال ديال الفلوس؟ دابا شي 11 مليون وشي 300. ولدتي معاها؟ ولدت مع وليد. ودابا جرات لك؟ دابا جرات دابا لا درت مشطره مشيت عند وكيل الملك درت شكايه وكلف الدرك الملكي باش يدخلوني. الدرك الملكي انت فين ساكن؟ فين كنت ساكن؟ تكمليل. تكمليل؟ اها. تكمليل ولاد حصار. ولاد حصار. ولاد حصار. ولاد حصار الحجاج. الوكيل الملك ديال محكمة الأسرة عطاني تعليمات فدية مشيت ديت للدار. ثم وصلتو الوكيل الملك وصلتو للمحكمة عطاك بأن باش ترجع للدار الزوجية. ترجع للبيت الزوجية. دابا الراجل هذه القضية كنت كنسمعها غير في العائلات، لأن المرأة كتمشي للمحكمة وكيعطيها الحق أنها ترجع للدار الزوجية، دابا الراجل هو عنده الحق أنه يرجع. أنا سولت الوكيل الملك اللي عندك حق ترجع أنا غتوريها. إذا كاين مسطرة خاصرة. وتما مازال مزوجين. على حسب ما تدخل الدار هذه علاش مشيتي للمحكمة؟ ما بغاش تخليني. وإذا ما بغاش تخليني. باش ما تدخلش قلت عليا بطفولة. قلت لك ما داري ما دار. واش خرجتك خلاتك تخرج شفت الباب؟ ملي جيت نبدل القفوله ملي بغيت نحل لقيت القفوله مبدلين. اذا اولا نمشي بحالاتي مشيت ديك الساعه في الليل جيت بحالاتي. انت كنت استاذ؟ اي استاذ. انت اللي ابتدائي؟ نعم. ومني جاو الدار دخلوني قالت لهم لا امتنعت. داروا لهم محضر ديال الامتداد. استشروا مع وكيل الملك ديال المحكمه الزجريه دزنا في التقديم. دزنا في التقديم ودوروا هذا الوكيل الملك ديال المحكمه الزجريه كلفوا الدار الملكي باش يدخلوني. ملي دخلوني عاوتاني البارح جيت عندها دخلوك عاوتاني. كنت انا خدام كنخدم كندير شي واحد النشاط شويه ما كنبغيش نبقى جالس خدام كنفق عليها كنجيب الانفاق في النهار وكنرجع للخدمه ديالي كنجيب الانفاق في النهار ونرجع للخدمه ديالي. ملي البارح السبت جبت الانفاق ديالي على اساس انه ديت اللي كتقدر الفطور والمسائل العادي اللي كتسوي يوميا. ملي جبت الانفاق ديالي وحطيته شدت الانفاق ولحته مع باب سميتو لحت لي الحوت. شنو الانفاق والفطور والتقضيه؟ لحت الفطور في الزنقه التقضيه لحته كامل ولحت لي واحد البورتاب ديالي لحته التليفون ديالي لحت لي سميتو. واش هذه قبيحه ولا شنو؟ قبيحه شرسه جدا. انت فيكتي؟ دابا ولات الشراسه ديالي كثيره. وشكون اللي كيأزرى؟ كتأزرى اختها واحد خواتها تا بجوج وحده في ايطاليا. ايطاليا كتأزرى من تما وكتحرشها كتقول لها اش ديري لي واش ديري حيت هي راكم والدين ماشي هذيك عايشه عايشه اختها عارف ايطاليا عايشه واحد المعيشه يعني عندها موقف من الرجال ما كتحملش الرجال عندها واحد العيشه خايبه. والحاج داكشي علاش تما ماشي باقيين صغار تما والدين وليد زعما هذه اللي خاصكم تكونوا. هي ابتزازيه نصبت عليا ودابا عاود خرجتني كنطالب من السيد وكيل الملك يتاخذ مع هذه السيده هذه ما يدير لي حقي من هذه السيده لان دات لي فلوسي واخا تسترجع لي الفلوس ديالي انا اللي دات لي. ولكن انت شنو سميتو شنو الدليل اللي عندك بانك عطيتيها فلوس؟ عندي واحد كنعطيو منها بيني وبينها. وبينك وبينها؟ وبينها وكاين عنده واحد التوصيل تواصل كنخلص لها لي طغيت ثلاث سنين ديال لي طغيت كنخلص لها. ثلاث سنين كتخلصها مجموعه ولا شنو؟ لا كنخلص شهر في شهر. كنخلص لها. بالاسم ديالك؟ بالاسم ديالي وكنحط الاسم ديالها لدرجه انك كتاخذ كتسرق لي هذاك التواصل وكتشربهم. دابا تعطيتيها اكثر من 11 مليون ومع ذلك مازال كتخلص لي طغيت ديال الدار. وداك لي تواصل كتمشي لي للجيب ديالي كتخليني كنعس كتجيب لي الجيب ديالي وكتاخذ لي التواصل كتشربهم. يعني شحال من التوصيل قالت لي وعاد زياده على ان الفلوس كنت كنعطيهم لها بيديها بحال الطاسي كنعطيهم لها بيديها كتقول لي عطيهم لي في يدي ما تحطهمش في البنك ممنوع تحطهم النهار اللي كنحطهم في البنك كتبدا دير تغوت وتغوت دير واحد الغوات واحد الصراخ كبير جدا وتغوت ربي الخلقه علاش حطيتي لي الفلوس في البنك عطيهم لي في يدي علاش ما كاينش ثقه بيناتنا باش ما يبقاش لك خاص باش ما يبقاش لك خاص. هي نصابه خطيره بزاف. دابا كنطالب من الجمعيات الحقوقيه لان هي مشات عند الجمعيات وكذبت عليا. هي انا كنطالب بها لان الحق ديال حقي كراجل يعني خصني نكون ضمن حقوق ديال الرجال ماشي عند حقوق. لا راه عندك الحق. هاد السيده تكفشت عليا بزاف ونهبتني بزاف وخرجت عليا بزاف. شوف راه كيف ما كاين جمعيات خاصه بالنساء نعم اللي كيتعرضوا للعنف راه كاين جمعيات خاصه بالرجال اللي كيتعرضوا للعنف ما توجه لها. هذه ماشي غير العنف هذه الابتزاز ابتزتني دات لي فلوسي هي خواتها تدوا لي فلوسي يعني كيشتاقوا عليا ودوا لي فلوسي هي بالاخص هي يعني كل شيء اللي عندي هما لي كريدي انا درت الكريدي باش عطيتها الفلوس ها هو الكريدي باقي الان كيقطعوا لي. الله يلاه القدري واش الكريدي الكريدي هو صافي خلي الشيء ديال الكريدي اجمعوا ما تبينوش ليها فك لان كتسمى وثائق رسميه. نعم. وانت درويش؟ نعم. انت نيه؟ ايوا درت مع النيه ولكن هو خاصك دير النيه ولكن ماشي النيه اللي قال الركراكي خصك النيه راه فيها وفيها الحاج. نعم. ما تكونش ذاك النيه المطلقه. نعم. دابا نزيد استاذ انه حتى المره اخرى دابا درنا وقعت على واحد الوثيقه ديال الطلاق اتفاق كدير هي التمثيل هي اللي كتمثل واحد النصابه خطيره بزاف يعني قالت لك هذه شي ثلاث اربع ايام تقريبا كنا في واحد المجمع قدام الناس قالت لهم انا باغي نطلق انا باغي نتهنى من هذه السيده انا باغي نطلق دير طلاق اتفاقي ومشينا عند الكاتب العمومي وكتبنا ووقعت وكل شيء وخذات لي من عندي الفلوس خذات مني تقريبا شي 17000 درهم. علاش؟ طلاق اتفاقي ومن الغد باش غادي تقيلي انت كتعطي الفلوس قبل ما تطلقوا؟ لا على طلاق اتفاقي اتفقنا. طلاق اتفاقي خاصك تدوز المحكمه ما عطيتهاش فلوس اسباس؟ لا عطيتها فلوس اسباس خذاتهم. وكنت مازال ما طلقتوش؟ مازال ما طلقناش. وتتسمح لي ما ونكرت دابا ما بغاش تقيليزي قالت لك عيطت لي في التليفون السيد صاحبي قالت لي انا ما قلتليش غادي نطلق. طلاق اتفاقي كتمشي كدير واحد الوثيقه عند لدولياك ولا الكاتب ولا شنو؟ لا الوثيقه داكو كتمشي للمحكمه. لا خصها تقيليزا كتقيليزا وكتمشي للمحكمه. ما بغاتش تقيليزا قالت لهم قالت لنا غدا وعطيتها الفلوس قبل عطينا الفلوس ثقنا فيها وشاهدين فيها الناس تبقى كتثق شاهدين فيها الناس عندك الناس ما واكلينش لك الحاج
هادشي كامل ومازال دابا هي دابا ملي عطيتها الفلوس قلنا صافي راه حيت هي اللي بدات تهضر وكتغوت قالت انا بغيت ندير طلاق اتفاقي وانا هذا طلقوا في المحكمه وعطيها 17000 درهم ديالها ومني مشات باش تقليزي ما تلاش بغات تقليزي صافي عيطات قالت لك انا ما تليش غنطلق دير المسطره ديالك حتى يعني هي كتنوي عند نيه اخرى باش تخلص عاوتاني موت اخرى خلص موت اخرى ودايره لي دعوه ديال النفقه انا دابا طلقت هذا الطلاق الاخير اللي درت وتنازلت عليه دايره دعوه ديال النفقه هي كاينه في رفوف المحكمه ديال الاسره مازال كاينه مازال ساري يعني في اي حق في اي وقت غادي دير التنفيذ يعني انا دابا كان ساكن معاها من التاريخ باش تنازلت وانا ساكن وياها وكنتفق وكنحط لها الفلوس ديال الطريطه وكل شيء ومازال شاده دعوه ديال النفقه باغا مازال مزيد مازال المزيد اذا مشاهدي قناه شوف تي في شنو بان لكم شنو بان لكم في هذا الموضوع اللي كنتكلموا فيه لان راه كاين العنف ضد الرجال وكاين العنف ضد النساء وكاين اخراج الرجل من البيت الزوجيه وكاين كذلك اخراج الزوجه من البيت الزوجيه ديالها وكيف كاين القانون كيفرض ان الزوجه ترجع للبيت الزوجيه فكاين القانون كذلك حتى ديال الرجل ولكن هذا اللي بان لي الاشكال كاين في هذه النيه او في الثقه العمياء لان ما يمكنش الفلوس كاملين وهاد المشاكل كاملين ومازال كتعطي بكل سخاء راه مرتك الثقه مزيان العشره والمالح ولكن راه ماشي بالطريقه الحاج المهم حنا ماشي كنقولوا بان انت غادي بالنيه ديالك ولكن انت المباشر علاش درتيه؟ علاش اتصلتي؟ اتصلت في هذا المباشر باش نطالب الجمعيات والسيد الوكيل الملك باش يخدم. بغيتي جمعيات؟ بغيتي توضع الرقم ديالك؟ اي الرقم ديالي 6 بلا تافك بارطاجو الله يخليكم اسمح لي عفاك بلاتي الحاج بلاتي نبدلو غير 06 61 06 61 65 65 24 24 17 17 بارطاجيو عفاكم تضامنوا معاه ضد على الزوجه ديالو اللي طردته من بيت الزوجيه في عز رمضان. وماشي طرد يعني بطريقه حبيه ولا بطريقه يعني فوضويه يعني مشات القنينه ديال الغاز تصوروا القنينه ديال الغاز وجباتها للتيو وبغات تضر من النار في المنزل حتى الدري بدا يغوت وبدا يتخلع بدا يبغى وبدا يبكي وبدا يبكي هذا الشيء ماما مالك مالك بدا يبكي وبدا يبكي وانا شديته عندك تبحك وانا خرج سام. عرفتي السيناريو اللي عاودتي ديال الحاج؟ هذا كنت كنسمعوا غير في طريقه عكسيه بان الراجل اللي كيشعل البوطه وكيضرب وكيعنف والمراه مسكينه شاده انا دابا انت كتهضر ولكن تخيل بانك انت شاد الوليد وهي ما بغاتنيش استاذ ندخل الدار يعني ملي دخلوني الدار ما تقبلاتهاش ولا كيعيطوا لاخوتها كيقول لها ما تدخليش واخا دخلوا الدار جري عليه ما تدخليش العائله ديالها العائله اختها في ايطاليا اختها في ايطاليا اختها في ايطاليا واختها في سيدي معروف هنايا لان هذاك الوليد صغير هو الضحيه في الشيء هما اللي كيعيطوا ليها ما خوتها الله يعمرها دار بالعكس خوتها مقاطعينها وعايروها وسبوها وكل شيء قالوا لك حنا نشهدوا لك بها هاد السيده شرسه جدا ما كتعترفش بشي حاجه مصطلح زوين هاد شرسه شرسه يعني قبيحه جدا يعني قبيحه يعني الشرسه ديالها ما كتصورش يعني لدرجه ان تاخذ القنينه ديال الغاز التيو وتحيد وتسحبو من القنينه وتبدا تحل البوطه وتبدا دير بحال الغاز غاز كوتان كيتنتشر في الهواء يعني غتصافي العافيه هي هذيك اذا هذا ما عرفتش انا هو الزواج ولا حرب فكنتمنى انكم تبارطاجيو اللي بغى يضامن المهر يضامن المهر الرقم ديال المساعده راه هو 06 61 65 24 17 هذا هو الرقم ديالو هناك جمعيات وانا دابا انا استاذ دابا السيد جالس عنده صاحبي سالي غيبقى هاز لي دابا انت عايش عند صاحبك عايش عند صاحبي سالي غنبقى عنده والسيده واخده ليا فلوسي ومحرماني من الدار انا كنطالب الجمعيات باش يوقفوا معايا باش الدار تدير لي حقي يكتب لي على النص الدار تعطيني عبيد نسكن فيه شنو تقول لها الا كانت الشهاده المباشره شنو تقول لها شنو الرساله توصل لها اللي من الزوجه ديالك الى وصل هذا المباشر وشافته كنوصل لها بانه تعطيني حقي وتعطيني ولو عبيد تعطيه لي ديالي لان دفعت اموال ديالي ونهبتيني وبتزيتيني وكل شيء ديتي لي فلوسي كلهم ما خليتيني والو صافي شهري ما بقاش عندي ما بقاش عندي باش نعيش ما بقاش عندي والو اذا غادي نوصلوا لنهايه المباشر نقول لكم رمضان مبارك كريم ونتمنوا كل خير ان شاء الله ونتمنوا الصلح لان احسن حاجه هو الصلح لان كاين استاذ الصلح كاين وليد صغير درنا استاذ الصلح درنا الصلح ولكن داك الصلح ما تقتنعتش به هي ما بغاتنيش ندخل عن طريق القوى العموميه يعني عن طريق الدار بحال تحديتها بحال تحديتها ولكن القانون هو اللي كيدير حقا كذا انا الدراك دخلوني راه داروا خدمتهم يعني انطلاقا من تعليمات السيد وكيل الملك انا ماشي درت راسي دخلت عن طريق القانون ومني دخلت هي ما تقبلاتش اش كيقول لها خوتها لا جري عليه ما تخليش الدار خوتها غادي يهزوها ملي غادي تطلق تخربيق هذاك دابا هي خدات لي فلوسي مؤخرا دات لي 17000 درهم دارت معايا غدير طلاق اتفاقي وما دارت والو عاود دخل باتك عاود هذه تفلات عليا والفلوس اللي سميتو خلينا ما نسمحش ليها فيهم خاص الجمعيات والمسؤولين المسؤولين في اللي كيشرفوا على هذا الملف هذا هو قضاء الاسره هو قضاء الاسره يديروا لي حقي في هذا البلاد اللي نهبات هذا السيد ونتمنى بالبارطاج ديالكم توصل لي القضاة بمحكمة الأسرة ولكن القضاة راه ما كيعتمدوش فقط يعني غير على فيديو ولا الفيديو يستحيل أنهم يعتمدوا عليه كيعتمدوا فقط على الوثائق والدلائل القطعية فغادي نوصل لنهاية المباشر ما بغيتش نقول لكم حيوا راسكم كيف كنقول دائما لأن